والروح القدس الله واحد امين، تحل نعمته وبركته من الان والى الابد امين. عشان النهارده الكنيسه بتعيد بعيد استشهاد القديس يهوذا الرسول قديس تداوس او لباوس، وهو واحد من التلاميذ الاثني عشر غير طبعا يهوذا الاسخريوطي. عشان كده الانجيل بيكون بدء انجيل يسوع المسيح، اول اصحاح في انجيل القديس ماركوس، والقديس ماركوس هو كاتب اول انجيل من الاناجيل الاربعه. اول انجيل الكتب على الاطلاق هو انجيل القديس ماركوس الرسول، واحنا نفخر ان قديس ماري ماركوس الرسول كاتب اول انجيل، هو الذي جاء وبشرنا بالمسيح وعرفنا الاب والابن والروح القدس واطعمتنا زي ما بنقول خبز الحياه الذي نزل من السماء. عشان كده بدايه الانجيل بتاعه بيقول بدء انجيل يسوع المسيح. كلمه انجيل معناها البشاره المفرحه، جود تايدنجز او جود نيوز، جاي من كلمه ايفانجيليون كلمه يونانيه معناها الاخبار الساره او الاخبار المفرحه. ليس هناك خبر سار او خبر مفرح الا خبر العفو، خبر البراءه، خبر التبرير، خبر ان انسان كان بيموت وحوالين رقبته حبل المشنقه وهو لسه هيشد الكرسي من تحتيه علشان يتشنق، يجي له خبر يقول لك القاضي امر بالافراج عنك، مش بس مش هتتعدم ده انت هيفرج عنك. هو ده اللي حصل للبشريه، كلنا كغنم ضللنا، كلنا كنا محكوم علينا بالموت، كلنا كان محكوم علينا بالهلاك الابدي من ساعه ما الانسان اخطا وربنا قال له ملعونه هي الارض بسببك، شوكا وحسكا تنبت لك، لا تعود الارض تعطيك قوتها، قال له انت من تراب والى تراب تعود. فاتحكم على الجنس البشري كله بالموت. عشان كده القديس بيقول بولس الرسول يقول بانسان واحد دخلت الخطيه للعالم، بانسان واحد دخلت الخطيه للعالم وبالخطيه الموت اللي هي أجرة الخطية، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع، ليس بار ليس ولا واحد. فالكل اتحكم عليهم بالإعدام، كله اتحكم عليه بالموت. طب الإنسان الميت ده إيه الخبر اللي ممكن يفرحه؟ هتاكل، هتشرب، هتلبس، هتاخد فلوس، ده الخبر المفرح ولا الخبر ده يسعده بإطلاق؟ واحد مسجون ولابس البدلة الحمراء وعليه حكم بالإعدام، هيأكلوه مهما أكلوه، عمال يأكل الخبز بتاعه بالعياط وبالبكاء، ما أنا في الآخر هتعدم. يجيبوله قرايبه يشوفوه ويتعزى بيهم شوية، بعد ما يمشي يقعد يبكي على نفسه لأنه هيتعدم. أما إيه الخبر المفرح للإنسان اللي لابس البدلة الحمراء وعليه حكم الإعدام ده؟ يوم ما يقولوله القاضي أمر بالإفراج عنك، إنك أنت تعيش. هو ده الإنجيل. الإنجيل عبارة عن ناس اللي هم إحنا محكوم عليهم بالموت كلنا، ويجي خبر مفرح مفيش اكبر منه خبر مفرح، انه ولد لكم اليوم في مدينه داود ايه مخلص هو المسيح الرب. العجيب ان الناس فاكره ان الخبر المفرح ان يجي لهم واحد يديهم منهاج او يديهم وصايا جديده. لا، الموضوع مش موضوع محتاج وصايا جديده، لان وصايا موسى محدش عارف ينفذها، الناموس محدش قدر يكمله. لكن الخبر المفرح اللي كنا ننتظره وتنتظر البشرية كلها منذ الوعد الإلهي في تكوين 3:15 يقول لربنا للحية ملعونة أنت من جميع حيوانات البرية، على بطنك تسعين وترابا تلحسين، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. مين هو الوحيد الذي يستطيع أن يسحق رأس الحية؟ رأس الحية ليه؟ لأن اللي فيها السم، اللي فيها الأنياب، اللي فيها السم بتاعها اللي بتموت به العالم. يقول إبليس الذي هو الحية القديمة، يسميه كده في الكتاب المقدس، إبليس الذي هو الحية القديمة. الحية القديمة لأنه فيه عنده الموت، والموت بيدخله إزاي؟ عن طريق الخطية. فالمسيح له المجد تجسد مخصوص من أجل أن ينقذنا من إبليس ومن سلطان الموت اللي في إيد إبليس، لأن هو اللي كان بيموت الناس. يقول عنه المسيح هذا كان قتالا للناس منذ البدء. فيقول بولس الرسول إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما، بالتجسد يعني، لكي يبيد بالموت، بموته هو، ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ولكي يعتق حرر الذين كانوا خوفا من الموت
كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية، كنا مستعبدين، كنا كلنا عبيد، وكنا كلنا ميتين، وكنا كلنا واقعين تحت خطايا مختلفة، وكلنا مستنيين حكم الموت الأبدي اللي فيها ربنا يصدر حكمه للإنسان يهلك إلى الأبد. ولكن يا أحبائي، حكمة الله ومحبته قالت أنه كان خير للإنسان ألا يخلق من أنه بعدما يخلق يموت. ربنا خلق الإنسان على صورته ومثاله في القداسة والطهارة والنقاوة، وربنا خلق الإنسان عشان يعيش للأبد. فلما الإنسان أخطأ ووقع في السقوط بتاعه، لم يكن من الحكمة الإلهية أن الله يتركه يهلك. لم يكن شيء يجبر الله أن ينقذ الإنسان سوى محبته وحكمة الله التي قالت إزاي الإنسان بعدما يخلق على صورة الله ومثاله وتصنع له كل هذه الخليقة يهلك ويموت إلى الأبد. فحكمة الله رأت أن الإنسان لابد أن يعيش، ومحبة الله لأن الله محبة وجدت أن الإنسان لابد أن يعيش. طب إزاي الإنسان يعيش وهو عليه حكم بالموت؟ كان أن الله في محبته جاء وقدم ذاته عوضا عن حياة الإنسان، عوضا عن حياة العالم. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يبذل أحد نفسه من أجل أحبائه. هكذا أحب الله العالم. كلمة هكذا نشوفه قد إيه أحب الله العالم، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هي دي المحبة أحبائي، وهي دي البشارة المفرحة، هي دي البشارة، وهي دي الإنجيل. إن كل إنسان في العالم تايه وضال وعايش في الخطية وعليه حكم بالموت، يجي ربنا يقول له لو جيت وثقت فيا، لو جيت آمنت بيا، أنا أنقذك من حكم الموت اللي واقع عليك. آمن بالإنجيل، آمن بالبشارة المفرحة أن هناك من جاء وسدد الديون عوضا عنك وقدم حياته عوضا عن حياة العالم. البشارة المفرحة هي البشارة اللي بشر بيها الملاك للرعاة وقال لهم ها أنا أبشركم، هو ده بفرح عظيم. أدي البشارة المفرحة، ها أنا، يعني يا زي ما قلت كده، ده الإنجيل اللي جاي أكلمكم عنه. ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. دي البشارة المفرحة، هي دي البشارة اللي بشر بها المسيح. يقول كده كان يجتاز القرى والمدن ويبشر بالإنجيل. يطلع واحد في يقول لك إنجيل إيه؟ فين الإنجيل اللي نزل على المسيح؟ يقول لك نزل على المسيح. الإنجيل ما نزلش على المسيح لأن هو كان الكلمة. إحنا عندناش المسيح بينزل عليه إنجيل وبينزل عليه الملائكة يقعدوا يدلوا كلمات، لأن المسيح هو نفسه كلمة الله، مش محتاج إن هو ينزل عليه كلمة ربنا، لأن هو نفسه كلمة الله. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا نحن في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. ليه في ابنه؟ لأنه هو كلمة الله. فإذا كان هو كلمة الله فمش محتاج يجي له كلمة من بره زي الأنبياء. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء، ولكن كلمنا نحن في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، لأنه هو صورة الله غير المنظور، هو بهاء مجده، هو البهاء بتاع الله، فظهر لينا. علشان كده المسيح جاء يكرز بالإنجيل قائلا توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. إيه هي الكرازة بتاعتك يا رب؟ إيه هو الإنجيل بتاعك؟ إن أنا حبيت العالم جدا وجيت عشان أفدي العالم وأقدم ذاتي عوضا عن حياة العالم، إذ كان قد أحب خاصته أحبهم إلى المنتهى. عشان كده تسمى الإنجيل بالإنجيل، لأنه هو البشارة المفرحة بالخلاص. عشان كده أحبائي إحنا المسيح يعيش في فرح. ليه؟ لأن هو الله قد خلصه، والله قد مات من أجله، والله أظهر هذه المحبة اللي ما فيش بعديها محبة، اللي قالها بولس الرسول محبة المسيح تحصرنا. محبة المسيح تحصرنا، لا يستطيع أحد أن يدرك لها الطول ولا العمق ولا العلو ولا العرض، لأن محبة أكبر من الإنسان يتخيلها، لدرجة أن العالم لا يستطيع أن يدرك هذه المحبة فبيشك فيها وبينكرها. يعني ما تكلموا أي واحد من غير المؤمنين يقول لك الله يموت علشان البشر، ده شيء مستحيل. ليه؟ لأن هو عنده الإنسان حقير والإنسان تافه والإنسان ممكن يتذبح والإنسان ممكن يتفجر
والإنسان ممكن يتولع فيه بالنار، والإنسان ممكن يتغلي في المية زي ما داعش بيعملوا اليومين دول، يحطوا الناس يغلوهم في المية ويتفننوا يعني، أو يحط فيه حزام ناس بيفجروا أو يضربوا عليهم صواريخ. ليه بيعملوا كده؟ لأن الإنسان حقير في نظر الروح البشرية والنفس البشرية حقير، فلا يصدق إطلاقا فعلا إن الله يموت من أجل البشر، لأن الإنسان حقير في عينيه. ولكن الله بيّن كرامة الإنسان في نظره، وبيّن قد إيه الإنسان غالي قدام عينيه لما ربنا بنفسه الله يأتي ويضع حياته عوض عن حياة العالم. قد إيه الكرامة اللي أعطاها الله للنفس البشرية، وقد إيه الكرامة اللي أعطاها الله للإنسانية، أنه الله نفسه وهو روح أخذ جسدا مثل البشر وصار إنسانا لكي يقدس الإنسان ويطهره ويظهر كرامة الإنسان. عشان الإنسان له كرامة عند الله، الإنسان له كيان جميل عند الله. تعرفوا مقياس الدول المتقدمة والدول المتأخرة بمدى كرامة الإنسان فيها؟ لما واحد مثلا طيار يقع بطيارة متكلفة مليار دولار ولا حاجة زي ستيلز مثلا، الطيارة الشبح دي، يقول لك وقعت الطيارة، يقول لك فين الطيار؟ طب الطيارة بمليار دولار، يقول لك مش مهم، فين الطيار؟ دوروا عليه، ويبعتوا حملات عشان يدوروا على الطيار، لأن النفس البشرية غالية، الإنسان غالي. لو واحد اتفقد، أسير اتفقد ولا حاجة في الحرب، يدوروا عليه لحد حتى يقول لك نلاقي جثته، حتى لما لقيناهوش نلاقي جثته، لأن الإنسان غالي. لكن لما واحد يموت في حادثة ويقول لك ندي لأهله 2000 دولار جنيه و3000 جنيه، لأن الإنسان قيمته كده في مصر 2000 جنيه 3000 جنيه، ما يحصل له حاجة، قيمته كده 2000 جنيه 3000 جنيه وخلص الموضوع، وكان الله بالسر عليم يعني. فكرامة الإنسان بتقاس بيها الدول ومدى رقيها. ففي نظر الله الإنسان مقدس، والإنسان قيمته غالية عند ربنا. كان ممكن ربنا يهلك الإنسان لما أخطأ، وربنا يسيبه أهله، يقول له كده أنا هسيبك خلاص تهلك، وإنت نهايتك الهلاك وانتهي الموضوع. ولكن البشارة المفرحة إن الله لينا كرامة عنده، وإن الإنسان عند ربنا له ثمن غالي. يقول عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء. يعني مثلا ما يجي، يعني كان عندنا في المنصورة في سجن دار ابن لؤمان، يسمع عن دار ابن لؤمان، سجن فيه أحد الألاوسة، واحد من لويس الملك في الحملة الفرنسية، الحملة الصليبية، فاتأثر الملك لويس ده وسجنوه. ففرنسا لمت مبالغ وذهب ومش عارف ايه علشان يدفعوه فدية عن الملك. فكل ما زادت كرامة الشخص ومنصبه بيدفعوا زيادة. فهكذا الفدية اللي دفعت عشان يخرجوا الملك لويس ده من السجن دار ابن لؤمان بتاع المنصورة ده كان مبلغ ضخم. الإنسان قدام ربنا غالي، فبيقول مش هفتديكم بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي قلدتموها من الآباء، لكن هفديكم بما هو أغلى. إيه يا رب أغلى من الفضة والذهب؟ قال بدم كريم كما من حمل بلا عيب، دم يسوع المسيح. والدم ده حصل مفاجأة لربنا، فجأة كده قال هقرر أن أنا أفدي الإنسان. قال أبدا، كان الله يعد لهذا الأمر من قبل الخليقة، معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. عشان كده أولادنا وساعات احنا نسال السؤال ده، يقول لك لما ربنا عارف ان ادم هيغلط ليه ربنا خلق الانسان؟ ليه ربنا حط له الشجره؟ لما ربنا عارف ان ادم هيغلط ليه ربنا سابه ياكل من الشجره وخلق له الشجره من الاصل؟ مش هرد على حته ليه خلق من الشجره، ردينا عليها قبل كده، لكن هقول طب ما ربنا عارف برضو ان نتيجه سقوط ادم هيتكلف الامر غالي، هو اللي هيتكلف غالي مش الانسان. عشان كده ما نسألش السؤال، نقول لما ربنا عارف ليه ساب آدم يغلط، وليه ربنا خلق له الشجرة وحطها له في الجنة وهو عارف انه هياكل وهيسقط. ما هو عارف برضو انه مش بس هياكل وهيسقط، عارف برضو ان سقوط آدم هيكلفه حياته، ان الله يتجسد وان الله يقدم حياته على الصليب في آلام مبرحة. ده شيء مش سهل. فدم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، يعني الله عارف ان ادم هيغلط، ولكن عارف ان غلطة ادم ستكلفه شيء صعب جدا، ان الله الغير محدود يصير محدودا، يعني يجي واخد شكل جسد. يجي يقول بولس الرسول كده كلمة جميلة، ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع، الذي اذ كان في صورة الله
لم يحسبه اختلاسا أن يكون مساويا لله، ولكنه أخلى ذاته، يعني فض نفسه من مجد ألوهيته، آخذا صورة عبد. عبد الله أخذ صورة عبد، كلمة صعبة، صعبة جدا. الله أخذ صورة عبد، يعني ريت يقولك أخذ صورة إنسان كالتعدي، أخذ صورة بشر كالتعدي، لكن يقول آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. عشان كده يقول القديسين ليس جبروت الله وقوته في مجده، لأنه معروف ده مجد الله، ولكن جبروت الله وقوته تظهر في كيفية اتضاعه، في اتضاع الله. إن الله يتضع، ده الجبروت، يعني هو جبار وهو قوي وهو ملك الملوك وهو رب الأرباب وهو العظمة كلها. يقول الساكن في نور لا يدنى منه ولا يستطيع أحد أن يقترب إليه، ده شيء طبيعي، ده بطبيعة الله. ولكن جبروت الله وقوته تظهر في مدى اتضاعه، أن الله اتضع آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. الناس اللي بيشغلوا مخهم بس لك ما نقتنعش بالكلام ده، ما يواحد يكلمه على الموضوع يقول لك سنسمع أكثر ماذا يريد هذا المهزار أن يقول، أو يصرخ يقول له إنك تهزي يا بولس، قصة الكتب تحولك إلى الهزيان، تتكلم عن إله يتجسد، إله يصير صورة عبد، ياخد شكل عبد، ده مش تبعتنا. آلهة الأولمب وآلهة روما وآلهة الجبال بتاعت اليونان دي آلهة جبارة وقوية، تظهر في شكل قائد عظيم، ملك عظيم، راجل غني، تظهر في أشكال الآلهة بقوتها وجبروتها، لكن عبد الله يصير عبد. عشان كده بولس الرسول يقول إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. لأن شوفوا الكلمة اللي جاية بقى بولس الرسول يقولها إزاي، كلمة برضو غريبة جدا، يقول لأن ضعف الله أقوى من الناس وجهل الله أحكم من الناس. شوفوا الكلمتين اللي أطلقهم بولس الرسول، ضعف الله وإيه وجهل الله، يعني اللي بيقولوا عليه ضعيف هو دي قوته، اللي بيقولوا عليه ضعيف يقول لك الأغبية اللي يقول لك الله يتصلب، الشيخ الشعراوي كان يقول لك كده، الأغبية اللي يقول لك الله يتصلب، الأغبية اللي يقول لك الله يموت، الأغبية اللي يقول لك الله يتعذب. وهو لأن ضعف الله اللي أنت فاكره ضعف الله هو ده اللي أثبت بيه قوته، لأن الله أثبت قوته زي ما نقول في اللحن بتاع يوم الجمعة العظيمة، يا من أظهر بالضعف ما هو أقوى من القوة، يا من أظهر بالضعف ما هو أقوى من القوة، قوة الحب اللي هو ما يعرفهاش، الشيخ شعراوي ما يفهمهاش، ما يفهمش يعني حب، لأن الله مش محبة عندهم، لكن الله عندي هو الله المحبة، مش الله بيحب، هو الله المحبة، المحبة الكاملة. وإذا كان الله أعطى للإنسان الخاطي اللي هو زي إن ممكن يبذل نفسه عن بيته وعن أولاده، لو قالوا لأب منكم أو أم دمكم كله عشان خاطر ابنكم يعيش أو بنتكم تعيش، يقول لك قوي خد دمي بس خلي ابني يعيش، منين جبت الحب ده؟ منين يعني أنت متميز بالحب ده؟ ده بيقول وإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا حسنة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يعطي خيرات للذين يسألون. يعني محبتكم أنتم لأولادكم واستعدادكم للبذل والتضحية والفدية أنكم تفدوا أولادكم دي مش مأخوذة منكم، دي مأخوذة من الله. وإن كنا قلنا أن الله يستطيع أن يفدي ويستطيع أن يبذل، طب فين؟ يبقى أنا أحسن من ربنا؟ يعني أنا أظهر محبتي لأولادي أني أفدي حياتي، يقولك بتعب علشانهم طول النهار وأموت علشانهم طول النهار وأدي دمي لو احتاجوا عشان الأولادي يعيشوا كويسين. فأنت يا أب يا خاطي يا شرير تقدر تعمل اللي ما يعرفش يعمله ربنا؟ أنت بتبذل حياتك وتفدي أولادك وربنا يقف يتفرج عليك ويقولك اعمل كده وأنا ما عملش كده؟ ده كان لازم الله يعطي قدوة، ولازم الله يعطي صورة الفداء. طب هيفدي ازاي؟ قال لك انا ابدا، انا اوريكم المحبه الحقيقيه اللي على صورتها انتوا بتعملوا من اجل اولادكم. ايه يا رب هتعمل ايه؟ قال هحبكم جدا والحب بتاعي لازم يظهر بصوره عمليه،
مش مجرد كلام نظري. الحب يظهر بصورة عملية لأنه أرسل ابنه الوحيد ومات عوضا عن حياة العالم. الله ظهر في الجسد، ولما ظهر في الجسد اتألم، رجل الأوجاع ومختبر الأحزان، كمسطر عنه وجوهنا فلم نعتد به، ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله، وهو مجروح من أجل معاصينا ومسحوق من أجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبجراحاته شفينا. يبقى ده البذل اللي ربنا يقدمه عشان يكون هو القدوة ويكون هو الأول متقدما في كل شيء. اللي على صورته أي أب وأي أم بيحب ولاده وبيبذل حياته. أولاد العالم الذين لا يؤمنون بالمسيح بيشغلوا الحكمة البشرية. ربنا يقول أنا هزل الحكمة البشرية بجهل الله. اللي بيسموه جهالة هو دي حكمتي التي تعلو على أفكار البشر. الناس بتفتكر ربنا بطريقتها. الناس عايزة ربنا يبقى على مزاجها، يبقى حسب فكرها الخاص. وربنا يقول أنتوا مين أنتوا عشان تقولوا أنا مين وأنا أعمل إيه؟ ليست أفكاري كأفكاركم يقول الرب، وليست طرقي كطرقكم يقول الرب. فإن كان العالم لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. شوف بولس الرسول تاني يقول إيه؟ إن كان العالم في حكمة الله، يعني ربنا أعطى العالم حكمة، زي اليونان مثلا، يونانيين حكماء وعندهم الفلسفي، كلمة فيلوسوفية، صوفية يعني الحكمة، فيلو يعني أو فيليا يعني المحبة، محبة الحكمة، كلمة فيلسفي الفلسفة معناها محبة الحكمة. فاليونان أفلاطون وأرسطو وسقراط والناس الفلاسفة الكبار، الناس دول في الحكمة البشرية. لما بولس الرسول وقف في أريوس باغوس في أثينا يعلمهم عن إله متألم، قالوا له إله متألم؟ إله إيه المتألم؟ وإله إيه المطلوب؟ سنسمع أكثر ماذا يريد هذا المهزار أن يقول. ده جوكر، ده بيتكلم كلام بيضحك بيه علينا الراجل ده، وسابوه مشوا ما عدا دامروس، امرأة اسمها دامروس ودونيسيوس الأريوباغي اللي أمنوا. والنهاردة اليونان دولة مسيحية وفيها رهبانة جبارة وفيها تعاليم جبارة والكنيسة بتاعتها كنيسة قوية. إيه دي اليونان دي اللي أمنت بترانزيت عمله بولس الرسول وهو واقف مستني يعني يكمل الرحلة بتاعته؟ لأن وقف بولس الرسول يتكلم عن الإله المصلوب. ما تخفي حكاية الصليب دي وتكلمنا عن الإله القوي، ما تكلمنا عن إله المعجزات، هي اقتنعوا. قال لك أبدا، حاشا لي، لأني لم أعزم أن أعرف بينكم شيئا إلا يسوع المسيح ها وإياه مصلوبا. تقول له بلاش الصليب ده، بلاش حتى الصليب دي، هتتكلم عن المسيح بتاع المعجزات الجبارة. هيقولوا بس ده الآلهة تشبهت بالناس ونزلت إلينا. ما تتكلم عن المسيح بتاع التعليم الجبارة بتاعته اللي تقف قدام حكمة اليونانيين ويقولوا واو دي فلسفة. المسيح مش جاي عشان يدي فلسفة، والمسيح مش جاي عشان يعمل معجزات، المسيح جاي عشان يخلص. وخلاص المسيح هو الإنجيل. لأني لم أعزم أن أعرف بينكم شيئا إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. طب الصليب هيمنع الناس انها تؤمن بالله؟ لك هي دي البشارة، لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن مخلصين فهي قوة الله. فإني أكرز بالمسيح مصلوبا لليونانيين جهالة ولليهود عسرة. إني أكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عسرة ولليونانيين جهالة. اليهود مش عايزين ملك ضعيف، فبكرزهم بالمسيح المصلوب، المسيح بتاعهم اتصلب. كنا نظن أن هذا هو المزمع أن يفدي إسرائيل، زي ما قالت الميزية عمواس، كنا نظن أن هذا هو المزمع أن يفدي إسرائيل، ولكن له 3 أيام في القبر يخسر. وبعد القبر قالوا له شوية ستات قالوا لنا أن هو آمن من الأموات، سيبك من الستات دول، ومشين في الطريق بتاع عمواس. إني أكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عسرة. المسيح مش نحن نعلم أن المسيح حين يأتي يبقى للأبد. إزاي بتقول أن هو هيصلب وإزاي بتقول أن هو هيموت؟ هو ده العصر بتاعة بطرس الرسول لما أعصر من كلام المسيح. قال لهم من يقول الناس إني أنا؟ قالوا له ناس بيقولوا إلي، ناس بيقولوا أرمية، ناس بيقولوا يوحنا وقد قام من الأموات، ناس بيقولوا واحد من الأنبياء. قال لهم مش مهم، الناس طول عمرهم هيقولوا كلام عني. من تقولون أنتم إني أنا ابن الإنسان؟ بطرس الرسول أنت المسيح ابن الله الحي. قال له طوباك يا سمعان ابن يونا، ان لحما ودما يعلن لك هذا، ولكن ابي الذي في السماوات. عرفت بقى مين انا؟ قال له انت المسيح، انت ابن الله الحي. قال لهم طب ده ما عرفتوني بقى،
ها ابن الإنسان صاعدا إلى أورشليم، فيسلمونه اليهود إلى الأمم فيصلبونه، يدفلون عليه ويجلدونه ويصلبونه، وفي اليوم الثالث يقوم. بطرس الرسول اللي قال له أنت المسيح من الحي أخذوا على جنب، نفس القصة متى 16 قيصرية فيلبس، نفس القصة آيتين ثلاثة كده، وراح جاي أخذوا على جنب، يقول لك تعالى كده على جنب كده، أخذوا المسيح على جنب كده من بعيد عن التلاميذ يعني، وقال له إيه ده؟ وانتهره، انتهره يعني زعق فيه، شخط في المسيح، وقال له حاشا لك يا رب أن يكون هذا. إيه ده؟ موت إيه؟ وصليب إيه؟ ويتفلوا عليه إيه؟ ويجلدوه إيه؟ ويسلبوه إيه؟ إيه ده؟ المسيح، أنت المسيح، أنت ملك إسرائيل، إيه اللي بتقول جلد وصلب وتف ده؟ بصله المسيح وقال له معصرة، أعصر بطرس الرسول من كلام المسيح، أعصر، هو عايز المسيح القوي الجبار الملك، هذا هو ملك إسرائيل، لكن ألم وصليب عصر لليهود عصر، فأخذه جانبا وانتهره وقال حاشا يا رب أن يكون لك هذا. قال له اذهب عني يا شيطان. ليه؟ لأن هو الشيطان اللي هيبقى ضد الصليب، هو الشيطان اللي لما يجي يطلع حاجة بعد المسيح، يعمل حاجة بعد المسيح، دين بعد المسيح، يروح جاي يقول لهم ما تصلبش، لأن دي أكتر قوة يتغلب فيها الشيطان الصليب، فيخفي الصليب. عايزين تأمنوا تشيل الأوثان وتأمنوا بالله الواحد، أمنوا بالله بس يشيل الصليب، الصليب ده هو سر ضعفي وسر خرابي، خربت بيه مملكتي الصليب، المسيح المصلوب ده، فشيل الصليب. فيقولوا ما صلبوه وما قتلوه، شال الصليب. طب المسيح هو الله الظاهر في الجسد، كفر اللي قال المسيح إله، شيل الموضوع ده. طب الثالوث الآب والابن الروح القدس، كفر لو قالوا ان الله ثالث ثلاثة، احنا ما نقولش الله ثالث ثلاثة يعني، لكن الثالوث اتشال. فليه الشيطان بيحارب العقيدة دي، العقائد الثلاثة دي بتاعت المسيح؟ لأنها مبنية عليها المسيحية. فشيل الصليب وشيل لاهوت المسيح وشيل الثالوث القدوس، والشيطان يتبسط يقول لك خليهم بقى يقولوا طول النهار يقولوا الله واحد، لكن اتشالت الخلاص. وطب والخطيه تتغفر ازاي؟ قال لك ده سهله، ده اغفر الخطيه، الواحد يصوم تتغفر الخطيه، يصلي تتغفر الخطيه، يروح مش عارف يعمل ايه تتغفر الخطيه، سهل سهل سهل، اسهل حاجه تغفر الخطيه. لا، الخطيه تمنها موت، ولا يعالج الموت الا المسيح لانه هو رئيس الحياه، ولا يعالج الموت الا بموته هو لانه هو المخلص. هذه الكرازه اللي بيكرز بيها الانجيل للعالم، أن الإنسان الخاطئ المحكوم عليه بالموت لا تغفر له الخطية بكلمة، ولكن يغفر له الخطية بإيمان بالإله المتجسد الذي صلب عن خطايانا حسب الكتب، والذي قام عن خطايانا حسب الكتب، والذي صعد إلى السماء ليأتي ثانية يدين مسكونة بالعدل ويجازي كل واحد حسب ما يكون عمله. أشكرك يا رب أن احنا عندنا الإنجيل، نشكرك يا رب ان احنا امنا بيك، نشكرك يا رب ان احنا اتولدنا في هذه النعمة اللي سمعته النهاردة، بيقول هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون. مين مقدر النعمة دي؟ مين مقدر البركة اللي احنا اخذناها من ربنا اننا قد ولدنا مسيحيين واخذنا هذه البشارة المفرحة وصرنا اولادا لله بالايمان بيسوع المسيح مخلصنا؟ لإلهنا كل كرامة مجد من الان والى الابد، امين.